بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. بارك الله في مقاصدنا وفي مقاصدكم. أوي آخري درسكي دوينة كليرة برك رويشتين ودوالي ما تيقل في قلبه أو سشوار بينشاش خطي أخير. ومنهم من قال إن بناء مثل لفظ من لفظ آخر في التمرين ليس معناه للإلحاق. بس هل دابتشينوا عبارتك غلطي تداهية غلطي تابي تداهية دنسخة خطي كش داهر غلطها عبارتك دو إصلاح دكين تصحيح دكين كدبيتشون به. ومنهم من قال إن بناء مثل لفظ من لفظ آخر في التمرين ليس معناه للإلحاق. بعضك بيان وياك ساسكني مثل لفظيكي مثلا مثل لفظي جحمريشي لا قليت فرسكين معنى بناكني مثل لفظيكي لا لفظيكي دي كذا تمرين دا معناك أو نيكا أو لفظي دوم ملحق بلفظي أول به مثلا او الى قليت يدرس لي ذكي ملحق بزحمري شي بكري كملحق بكري لبر الحاق اتو حس حقي حس في او شتان النبي كحرف زائد ولو قانوني اعلال يشان بس دا قانوني مثلا حس في شان بس دا صادق بياد اعلال ينتدى نكري ولو قانوني اعلال يشان بس دا صادق بمعنى كي او نيا كأو ساس كنبو إلحاقي لفظي دوم بلفظي أول ببلكو بل معناه أنه إذا اتفق مثل ذلك اللفظ من حروف هذا كيف ينطق به. بلكو معناه كي أويا أجر هل كود مثل أو لفظي أول مثل أو لفظي دو لفظي أول لحروف هذا لحروف لفظي دوم مثلا مثل لفظي جحمرشي لحروف قليتوي چونی نطق پیدا کری؟ چونی نطق پیدا کری؟ با ملاحظه کردنی قواعدی حذف و اعلال و شلگه تیده هاته جیر نک حقی حذف و اعلال و شدین نبی لبروی ملحق بی با کلمه که اوله بله چونی نطق پیدا کری؟ فلی ذالیکا الی را راجع عبارتکی غلطی تیده های تکراری تیده های و پیشدان و پاشدانی تیده های حتى دقات آخرية من أوام لسر نصيوه وأوام إصلاح كردوه. نصيوه ما قوله فلذلك جوز إلى قول المصنف ومن حيث كدمتنا كيدادين قوله فلذلك جوز إلى قول المصنف قول المصنف ذكر الآتي تشيل يبدين قول المصنف الآتي ومن حيث أراه خطأ من الناسخ يا بلا بخطأ دبينم أو كلامي خطأ لترف أو كسيك نسخي جيري كدوا وصواب العبارة هكذا صواب عبارتك آوايا كوم صواب كم آوا نسيوا صوابك خم دخل موا فلذلك جوز أن تقلب الثانية ألفا ويحذف الأخيرة نسيا كما في أحي على رأي هتا إرهيج مشكلك دا متن كيدان الليرة را مشكلة دا هيا دبي مثالك الليرة بي يعني نتيجي كاركي فيقال قليا متنك آوي لدي بس فلذلك جوز أن تقلب الثانية ألفا ويحذف الأخيرة يا وتحذف الأخيرة نسيا كما في أحي على رأي فيقال يعني أن تقلب فيقال يا نتيجة كي لبتا أو فيقال قليا تجويز كردوك ثانيك قلب بكري بألف قليين قلب بكري بألف وحذف أخير بكري بحذف نسيا بحث في بلا إعلال قالي هربكو دا أحييني دا لسر رأي أو كسيك دا أحيي دا حسفكي نسيان دكا
كحسبكي نسيان كيرد دي تشيلي دي وقتي وانا بتنوي بشسر ما قبل حسبكي ما قبل حرف محذوفكي فيقال قليان او اختي نتيجه كي اول دبت قليان چونك قليين اجا دو ما كان قلب قلب كرب الف دبت قليايون اخر كذا اجا حذف كي بحسب نسيان راس تنوين كي تفسر الف كي دبت قليان او تقلب الثانيه واو يا قلب بكر الثانيه كب واو قليايون ثانية قلب بكر بواو لاستماع الياءات دبت قلياوي وتحذف الأخيرة بإعلال قال أخيرك يا أخيرك حذف بكر بإعلال قال قلياوي إعلال قال كي دابكي دبت قلياوي قلياوي ولم يعكس لأن الأخيرة بالحذف والتخفيف أولى كذا قيل برعكس نكراوا برعكس كي او بي كاخير كي بكي واو ثانيه كحذف بكري نسيان تاك يعني قل ياي اخير كي بكي واو بيت قل ياي ون تاك بلا اخير كي بكي واو اها اخير كي بكي واو دو مكي حذف كي قال ييون بك قال ييون أوي وصلتش حذف كيد بيتا قال يون شاكا نابتا قال يون أو اختي دبتا قال يون قال يون دي ده حالة رفع لا دبتا قال يون ده حالة كسر لا دبتا قال يون وكو دلوين ودلون وإعراب كده تفسر خوي إعلالي قالين يا ايدي يا اختي شاكا قال يونو بحالة نسب ده دل برعكس كنا كراو شوك أخيرك بالحذف والتخفيف أو لا ترى أخيرك حذف بكري شاكا حذف بكري نب دو ما كي حذف كي أو إعلان كذاب كي ونيا أخيرك حذف بكري حزب بكرين يقع قرار واحد في نسيان بكي أخيرا كي بكي وتخفيف أو لا ترى بحسب وتخفيف بحسب وتخفيف قع حسب تخفيف كحاصل ده بيه كذا قيل آوى كترى جاء وقتي أجا آوى اللي كرت يعني حالة دوام يعني تقلب الثانية واون وتحذف الأخيرة بو فيقال قليوين دبت قليوين دبي صحيح كي آوى بيه أو جار ومن حيث أو مثل شرح رقل متني خصوه ومثل جحمريش من حيث ومن حيث أو متنك هو حيوين مثل جحمريش لحيث دبيتا حيوين باحي مهملي مفتوح يي مشددي مفتوح كسري واوي مع التنوين رفعا وجرنك قاليني يتحيوين وأصله حي ييون شاكا حي ييون دبتا شواري شنك وكو قلاينية ومعتل العين شا بويا وايلي دي شاكا أصلك حي ييون بأربع ياءات على هيئة جحمرش فأعلت الأخيرة إعلال قالين أوي أخيرك إعلال قاليت ذاك راوى بوتا حي يين أول جسائن ده دغم كراوى وقلبت الثانية واوى أخيرك إعلال قاليت ذاك راوى ثالثة وقلبت الثالثة واوى ثالثة كراوى تواوى حي يين أخيرة حذف كذبوبة حيين كدو التواو بوتا حيين شاك الثالثة ككرا وتواو لاجتماع الياءات وادغمت الأولى في الثانية بوتا حيين فحصل حيين كما قلنا ومنهم من جوز حذف الرابعة نسيا
وقلب الثالثة ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. بعد ذلك تجويزي أوان كردوك رابعك حذف بكري بحذف نسيا حذف بلا دليل بلي. ها يعني نوعي علالي قالين بها بلي. حذف نسيا كتمان إهمالا تاك حذف رابع بكري نسيا وقلبي ثالثة كي بكري بألف قلبي ثالث كي حي يا يي أو يي ثالث قلب كي شنو تحركة ومفتوح ما قبلها لبر تحرك وانفتاح ما قبل فحصل دي دبتا حيا بالياء المشددة والألف حي يا يي تاك أخير كي حدو كي دبتا حي يا يون دي أي ثاني كشت كده ألف بوبا ثالثة كان بوبا حي يا حي ين حي ين تنوين بري سريع ساكا إدغام كيش كي دبتا حي ينو تمام بالألف نقبة تنوين بوبو نقبة تنوين فحصل حيا بالياء المشددة والألف دي والألف يقوم معنا ولا تنوين يلسرنا بها شون تنوين يلسرنا بها تنوين تكاري بوي داوا تنوين تكاري بوي داوا او ألف بو جابو رحا تنوين نابا يا سريع شون كاخر كالفا ويبيش داوا تنوين كي قد بوي بوي داوا شها انا كيش دا بالتنوين نصي سدانا بالتنوين أخا أوا بالتنوين شنك واوا شاك دلا تشي والياء المشددة المهم وكسر الواو مع التنوين حيوين مع التنوين رفعا وجرا شن إعلالي قالت يا ذاك راوا دنا يعني دقل تنوين ببي حرف آخر لبروي كتويتي شن حرف آخر كنا من دا حالة رفع وجر كينا حيوين دا حالة رفع جردة دنا دا حالتي نسب جردة آوانية بلكو خلاصة رفعا تنوين كي هر هيا أما وانيك كا حذفنا به حرف آخر حذفنا به قي على لقال تدانكي أو وقت حيوينا تمام فحصل حيا بالياء المشددة والألف تمام بلد. أو مطلب اشتوابه ومثل فعاليل ومفاعيل من نحو حيت حيايي ومحيايي ومحايي بتشديد الياء الثانية حيايي محايي ثاني باج الفكي منظورة شوك حيايو دبتة شن ألم فعاليل دبتة حيايو سيا شاك لما فعيلش ده هر سيا شاك حيايو أبيدي كاشا كما فعيل بيه محايو سيا تدايا ده دوك حالتان ده سيا مثل فعاليل ومفاعيل لنحوي حيتو دبت حيايي ومحايي بتشديد ياء الثاني بتشديد الياء الثانية تي كده واخده سيه كان ي أول مشدد نيو دو ومكك عبارة لبري ي دو ومسوم دبت يق ياء مشدد تمام ومثله رمايي ومرايي مثل حيايي ومحايي وأقل رميتوش درستي كي لسر وزن فعاليل ومفاعيلي لفعاليلي مثل فعاليلي دبت رمايي تاكا رمايي مثل مفاعيل كي دبت مرايي ويجوز حياوي ومحاوي ورماوي تشتيد كار باقية ولي كي أول بكي بوال تمام؟ توجيه لام حسين؟ بقلب لام الكلمة واو قلب لام الفعل كي بكي بواو
لام الفعلي كلمة كي لام الفعلي أولي منزولة لام الفعلي أجا فعالي البيع بل لام الفعلي أولا أجا مفاعلي يشبيع أين الفعل بلا بقلب لام الكلمة وأول لام الفعل لكلمة مدى بلا رمى رمى ي رما رماوي 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 بقلب لام الكلمة ويجوز حياوي حياوي ومحاوي ده محاوي يجدا هر لام الفعل أين الفعل يا نصا هذي بودل بقلب لام الكلمة واو بقلب لام الكلمة لام كلمك لام الفعلك أجا حيايي حيايي لام الفعل لام الفعل أول لام الفعل أول حيايي دو لام الفعل تدائي دي فعالي البيع بلى ونيا بلى بلى دو لام الفعل تدائي فعالي تكراري لامي تدائي شاكا تكراري لامي دي لام الفعل كا لام الكلمة كدبت لامي أولا تبديلي بكي بواو دبت حياوي أما دمحاوي دمحاويو دا محاييو محايي أو دبت لام الفعل نيا دبت عين الفعل لاستماع الثلاثة كما في سقاويو ويجوز حياوي ومحاوي ورماوي بقلب لام الكلمة واو لاستماع الثلاث كما في سقاوي في سقاوي في نسبة إلى سقاية سقاية لام الفعل كلمة كذا ليس سقاوي دي أويش رميا رميا بلى رما رماوي حييا لام الفعل كا لسه بلى ومنهم من جوز حذف الرابعة ومثل فعاليل ومفاعلا من نحو حييتو حيايي ومحايي بتشديد الياء الثانية ومثله وكو ما زوشير وايا وكو حيايي محاييوي أقل رماش درست كين دبت رماييو إي فعالي لكيو إي مفاعي لكيش دبت مراييو ويجوز حياوي ورماوي كلمة محاوي غلطة لسرب نصيو بحاشية ك دعاء الله بقلب لام الكلمة واوان دل حياوي محاوي رماوي قلب لام كلمة كيكرا وبوا أجا محاوي بيا محايي أجا يكيب كيواو يكد مفاعل دا لام كلمة كيني لام الفعل نعين الفعل كوابو ديو فقد باسي يوزني فعالي لكيبكا جا چه حیاوی به لسر وزنی فعالی لی چه رماوی به لسر وزنی فعالی لکی دوی دایه که یای اول دو بتلام الفعل کوابو عبارت صحیحه که آوایا و یجوز حیاوی و رماوی ببی کلمه محاوی بحسفی بی و یجوز حیاوی و رماوی بقلب لام الكلمه واوان قلب لام الفعل کلمه که بکری بواو لاستماع السلاسی چونکه سي خربونو وسقيلة نزيري أوجت وقتي خربونو سيان دا لام الفعل بكرة واو كما في سقاوي في النسبة سقاوي في النسبة إلى سقاية وكود سقاوي دا بالنسبة لا سقاية دا لام الفعل كي وقتي في ياي نسبة بيونا لام الفعل كلمة كي دكي واو دا لي سقاوي أوجت نمونو نزيري وجوز سيبويه حذف إحدى الياءات في نحوها
سيبويه تجويز حذف يشق لا اتاني شي كدوا ده نحوي او كلمات انا ده تفعالي لك بيت مفاعيل مفاعيلك بيه يعني بلاي حيايو او اختي تشديدي تدانا به هر دو يدبن حيايو محاييو مثلا يك اشبه كل شيء تدايا ومثل رمايو ومرايو اشتباس مراميو بيا شيء لو بلا 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 مراميو درست الجو غلطي تشابي ويزني ومثله رمايو ومراميو بلا يدي لا مفاعيلي نا 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 بودي بيت مرامي نا هر مرايو يا مثلا رمانية مدر رما اها مراميو اري والله بلا مراميو تماما ها مفاعيلكي بلا رمايو ومراميو اري والله ايشي مراميو يا تمام بلا ومثل أسمحان منهما أحيوان وأرموان بذان كلمة كأسمحان وأصلهما أحيياي وأرمياي فقل بدلام الكلمة واوا لانضمام ما قبلها مثل أسحمان لسر وزن أسحمان لحيتو لا رميتو دبيت أحيوان أرمويان أرموان أصل كان أحيويان بوا وأرمويان بوكو أسحماني قلبي لام الفعل كلمة كي كرا ودهر بشان دابا واو لبروي ما قبل كي ملموم بوتا أحيوان أرموان ولا يدغم في أحيوين لأن الإعلال قبل الإدغام إدغام أنجام نادري دا أحيو يعني دا بلي دا إدغام دا كم أوش فورمك أو إعلالك أوش إدغام غرز تخفيفك وكو إعلال تخفيف إدغام جاني جيلة طرقي تخفيفها إدغامك أنجام نادري شن قاعدة واي ودفش دا الشاري بيكرا وشن جاران كإعلال مقدمة لسر إدغامي هو كقاعدة إعلال جيتدائي إدغام جيتدائي إعلالك مقدم ذكريك يك بكرة واو ولا يستثقل الضم في مثل أحيوان على الياء للزوم الألف والنون فيه وصيرورتهما كالجزء وخروج الكلمة بذلك عن موازنة الفعل استثقال لم نكر لما بسخل دانا دريد مثل أحيوان دا لما لسر يا شنك ألف نونك لازم كلمة كان بنجوز كلمة كي يبو ألف نونانا وبوتني وبوشتي تاكا أسحمانك ألف نونك لزوم يعني هي وكو جزء يعني لها تدديد أحيوان وأرموان إذا كلا سروان لوزني ويدلوز ذكرين أحيوان وأرموان هروايا ألف نونك الأزمة دا كلمة كيدا دا مثل أحيوان كيدا لازمو كالجزء لازمو كالجزء يعني هرتن زائدة الأسحوان الكثير الأكل أكلي أكلي زور خور ألف نونك دا مثل أحيوان كيدا لزوم يعني شنك بو هاوزن بوندقال أسحماني دروس كراون أسحمان أسحمانا الأسحمان والله ما ينزكي هذا بيت أحيوان وأرموان الفك لزوم هي الفنونك وكالجزء إليها تلبروي بو وزن صازي دقلوي بو إلحاق بيو دروس كراون وكلمك خارج بوها بوك الجزئوني وخروج الكلمة بذلك بو لزومي خارج بو لموازنة فعله بو لزومي خارج بو جابو دنا أقل لزوم نبا بلا
اگر لزومی نبود موازنه دبو یا با الفنون نکی ل موازنه چه تدریه هر با اصلی الفنون پیوانان کی ونیا ارمو يرمو ارمو سرني افعلو يا تاكا الفنون كت كبيونا ولا موازنه فعل شو تدري معلومه بس نبى لزوم الفنون كي بخدي وجود الفنون كي لموازنه فعل شو تدري دي كلا موازنه فعل شو تدري بس قيل دانا دري جابو موازنه ونا موازنه سكالي بويدا بس قيل دابني اسم شريع لا لترى ذكر خوار إعلال مخصوص لفعلين يا دل لا الفنون كل لازم وبو ألف لام ألف نون في ونانش خارج ولا موازنة فعل فعل بتري إعلال ترى ذكر لاسم إعلالي إعلالي زور تري فعلي أم دبي أواب لدنا هم إعلالها المخصوص لفعلين يا ومثل برسون من رما رميون مثل برسوني دبتا لرماي دبتا رم رميون برسون رميون والأصل رميون أصل كي رميون بوا شنك برسون رباعية لا ما كي تكرار دبتا واي رماي يكي تكرار دبتا واي أصل كي رميون فقلبت الثانية واوا للإمام ما قبلها شو ما قبل كي ملمومة قلب كرا وسانيكا بواب وترميون ومن حيا شاكا حيون بالياء المشددة مثل برسوني لحيي أقب درود بكرا دبتا حيون بي مشدد والأصل حيون أصلكي حيون دوية إيشان عين الفعل إيشان لام الفعل هي كيد كش تكراري لام الفعل هي حوي يويون بسيان دي بسيان دي يي آخر تبديل كدو بواو تمام إعلال بق ب شو كير سخيلة اجتماعيات دبتا حوي يويون أجري كدا واو كيدا إدغام كدو ونيا نا دوية كمان يا اها يا اي اول الد اي دوم دا يتغام كدو وتحيون حيون ومثل حلباب بكسر المهملة واللام وسكون الموحدة الأولى بعدها وهو نبت يلتوي على الشجر والعامة يقولون له اللبلاب يقولون له اللبلاب بظن اللبلابة همان لاولاوا ومثل حلبلاب أما حلباب ما نقول حلبلاب بكسر حيكي وكسر لامكي وسكوني بيكي دواي لامكي كجايك يلتوي على الشجر بيز دخوال سر داري بدوري داري دا بو سر درواو بدوري داري كي دا بيز دخوا اللبلاب نبت تمام والعامة يقولون له اللبلابا عامة لبلابي في ظلن ونيا في ظلن لبلاب لاولاوا مثل حلبلابي إذا بني من قليت هو قليلاء مثل حلبلابي دوتا قليلاء وأصله قليلاي بتكرير اللاد كاللام في حلبلاب وتكرير الياء أصلك قليلايا بتكرير لادية وكلام ده حلي بلابي ده تكرار بوتوا ونيا وتكرير يكي تاكا وكب يكي ده حلي بلابي ده أخا حلي بلاب حملة ما كي تكرار وانيكا تشيبه دلان ملاعفة ملاعفة رباعي أواي وكو زلزلي فاول فعل لام الفعل لذين سيشعين الفعل لام الفعل دوام لذين او انا تكرار بونه وتوش دي ولا تكرار لك اي والله ده كي تكرار ده كي وي كي تكرار ده كي ده بتقلي لاين وكو كلمه واحده فيه وكو بيد حلي بلا بدا تكرار بوتوا
تمام مضاعف عندنا مضاعف جناب بو مضاعف وبر تعريفك هنا كبت بو مضاعف تعريفك ابوك فاول فعل لامي اول اي اخي حيه كذي قبل حياك اها واي 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 تمام تمام ملاعفني انا دبي فاول فعل ولام الفعل اول عين الفعل ولام الفعل تواوا تواوا تمام لحلبي ايدي لحلبي اهم بيك تكرر بتو هم لامك ايوه تكريري يدك توك بيك دحلي بلا بدا تكرر كراوتو فقلبت الياء الاخيره لتطرفها بعد الالف الفا يا اخي لك لبروي متطرفه ودواء الفيه قلب لك ربا الف دواء ويك قلب كربا الف او دار اجتماعي دو الفان والتقاء ساكنين او دار همزه كي تبديل لك بهمزه تمام اقهر دبيش دوافر دبيش دوافر كنت او حرف اخر لام ي واو تيا تاك قلبي لك يبا الف دواء الف كي لك يا همزه فقلبت الياء الأخيرة لتطرفها بعد الألف ألفا ثم همزة كما في رداء وقبل رداء كساء أواندا على ما مر بو تفصيليك رابرا لا إعلانه ومثله من غزاء مثل حلب لابي لغزاء لبتا غزيزاء ومثله من غزاء غزيزاء وأصله غزيوزاون أصلك غزيوزاون وكو حليب لابي بواويني ونيا بواويني يكو بشروع الزيكة تكرار بيتوا وكو لامي حليب لابي بيكة ووكا تكرار زيكة وكو لامي حليب لابي ووكا وكبي حليب لابي تكرار بيتوا دبتا عزيوزا بدواوان فقلبت الأولى لسكنها بعد الكسرة ياءت واو كي اولى لبر او ساكن ودوي كسري قلب دكري بيه دبتا غزيزاون او جاء قلبه الثانيه تش فقلب والثانيه يعني فقلبه الثانيه تجلي تطرفها بعد الالف الفا لبر او متطرف او لقراغ ودوي الفيه تبديل لكي بالف دوايا ثم تبديل لكي بهمزه ثم همزه كما في كسائي رداء يبو يدل كما في رداء قليلاء يواوا اواوا متوجب يبو يدل وكو كسائي بلا بلا تمام بلا ومثل صمح مح كسفر جل منهما مثل صمح محي لسر وزن سفر جل منهما لا حييت رم لا قليت لا منهما لقلاو لغزاي ونيا لقلاوتو لغزاوتو ذيوتا بلا سفر جل قليلا وغزوزن تمام صمح محن قليلا وغزوزن والأصل يا غزوزينا والأصل قليلاي قليلاي يجي زياد نصيبا وغزوزون أصل كي أواب وبتكرير الحرفين كما في صمح محن فقلبت الأخيرة فيهما ألفا تاكا حرف أخير ونيا يا أخي يا كواوكا ونيا حرف أخير قلب كرا ولا هدو جادا قليلون غزوزون شو كان متحرك ما قبل المفتوح هي متحرك ما قبل المفتوح واو متحرك ما قبل المفتوح دبيتا قليلان غزوزان بالتقاء الساكن ايش حذف دبي تاكا دبيتا قلولان وغزوزان قلولان قليلان وغزوزان تمام كتابتي قضي ضنك بألف دبي قربان يا بيا دبي قليلا ضيضيون يا يا ايش دمي يا بي تمك الدمر تبي رابع فصاعدا هرب يدا نسري والله كجي ولد بيت يا دو هذا بيت الف ها نغزا وزونك واو كولد بيت يا دو اخر بيت الف مرحل الف انا مرتبي رابع فصاعدا ده هرب يدا نسري غزوزني شد بي ابو نسري هرب الف بي ابو هرب جاء ابيه
قلي قلي لاني شو غزا وزني شدو شهر بيه ده نسره تمام؟ بلا فقلبت الأخيرة أخيرتك واوياي واوديشان داوية داوية كذا تمام؟ بلا ومثل دحرست من قرأ هو قرأت يا قرأت بلا قرأت أصله قرأت أصلك قرأت يا وكو دحرست بدو همزة بدو همزة في الطرف دو همزة لآخر دا آخر الحرف آخر دي تيكتشن كحرف كلمة كني الله ميرا أو دو حرف دو همزة كان دا آخر دا فيمتنع إدغام أحدهما في الأخرى ممتنعة إدغامية كان شنك إدغام دا همزة دا ممتنعة هذا فيش داز باس ما كن استثنائي هبوكو سألو أو أنا ممتنعة إدغامية كان دا ويدي كذا لبروي إدغام كنا كرف قلبت الأخيرة الساكنة بعد الأولى المفتوحة ألفا قلب أخيرة كراوة أوي ساكنة دواي حرف أول دواي همزة أول وليا قرأتو قلب كراوة ألف وتقرأتو دي أقابو قرأتو يا وايدك الدواء ها والألف ليست في كلامهم قبل تاء الضمير ونونه ونيا ألف ده كلام عرب ده فيش تاء الضمير وفيش نوني ضميريش كمولي بحث منيا ولب وتكميل فائدة وجودني ألف بركو قبل تاء الضمير إما حرف صحيح دبي وإما يواو يا يدبي دنا ألف ما ندبيش ضميري توتو أنا ده تمام؟ فقلبوها يا أن قلبي أن كردوها بيه الفكا بديوني إيش قلنا؟ بل قبلهما إما حرف صحيح أو واو أو ياء فقلبوها يا أن دي فقلبوها يا أن مش الواو بلى قال فقلبت الأخيرة الساكنة بعد الأولى المفتوحة ألفا كما في آمنة قلبي همزي أخيري كساكنة وقراري قلت دواي همزي أولى قرأت تبديل كرام ألف وكو دا آماني دا واجبة أو قلبة دا بتا قرأت دواج ألف مان فيج لمير ينيا فيج تاي لمير وفيج نوني لمير بلقو قبل كان يا حرف صحة دا بيوكو لربتو يا واوية دا بيوكو غزوتو رميتو تمام؟ بلى فقلبوها ياء لكونها رابعة كالألفات الرابعة في نحو أغزيت وأعطيت من أغزى وأعطى قلبي عن كردون بيه لبر أوي ألف دا مرتبة رابع دا ألف دا مرتبة رابع دا قلب لكريم بيه وكو ألفاتي مرتبة رابع أغزيت وأعطيت كأعطوت دي أغزات وأعطات وهو يكت كردون بألف أوزان شاك أوكو ألفاتي وانك قلب كراو بيا أغزوتو أعطوتو واوكت كدوتا يا واوكت كدوتا ألف أغزوتو أعطوتو بوتا أعطاتو أغزاتو دوا كدوتا يا بوتا أغزيتو أعطيتو وكو أغزيتو أعطيتو دا أغزاو أعطاي دا دير دا بوتا قرأيتو فاز مثل دحرزتو من قرأه وقرأيتو همزي شلسة ألف كيدانين قرأيتو تمام؟ ومثل سبطرين بكسر السين وفتح الموحدة وسكون الطاء شاكا يقال أسد سبطري أي يمتد عند الوسبة من قراءة مثل صبتري صبتري بكسر سين وفتح موحدة فتح بيكي سكوني طيكي معنى كشي أويا كدكتري أسد صبتري بياي نسبته تاك صبتري يعني يمتد عند الوسبة ده وقتي بازداني دا خوي لبريك دا كشيته
مثل سيباتري لا قرأي دبتا قرائيون بروزن سيباتري على تلك الهيئة لسروزن سيباتري وأصله بهمزتين أصل كي بدو همزتانا تاكا شل قرأي بلا لسيباتري دا لام الفعل تكرار وتوش همزكي تكرار كيوا دبتا قراءون ونيا أصل كي بهمزه يكدوتا إيه إنبالا وأصله بهمزتين أصلك قراء ألوه تمام؟ كدوتا إيه والثانية وإن كانت متحركة لكونها في الطرف في موقع اللام فهي أولى بالتغيير فقلب دياء لكونها أكثر في اللام من الواو دراهم زيد وام أولا سقيلة قراء أن سقيلة لبر سقيل بني لبت شاريه همزة كيف كي يجيك لهم زكاة دلا أوي دوام شاك همزة دوام هاتش المتحركة قراء أن متحركة لكونها في الطرف في موقع إلام شل ده موقع إلام دا ولا خراغي دا ده موقع إلام دا ولا خراغي بها المتحرك ده بتوني عربي دا قريه ونيا فهي أولى بالتغيير هاتش المتحرك شيشا همزي ثاني أو أولى تربى التغيير هاتش ني أول ساجي نيشا ونيا أو لا تربى التغيير لبار أوي دا طرف دايا فقلب الياء أن قلب كراوة با ياء بونت كلمة واو دلت شوكا يه دم تاكا يه واو زورترا لكونها أكثر دلام الفعل يدا يه زورترا لواوي دمع تلو اللامي دا لبروي قلبت كردو با يه لزياتي وقلبي بكي بواو بوتك تاكا قرأي ولذلك تحمل الألفات المجهولة الأصلي إذا كانت لامن على أن أصلها الياء وإذا كانت لامن على أن أصلها الياء لبر أوي يبتر دلامدا لبر واوي لبر أوي همو ألفاتي كمجهول بأصل كان ونزان لي أو لا ييب ويا لا واوي بوا أو ألفا همو ين تاكا تحمل على أن أصلها الياء همو حمل لكرين السر أوي كألفا كأصل كان يبوا تاكا ألفاتي مجهول الأصل أجر لام الفعل من حمل لكرين السنوي كأصل كان يبو بلا أول شيء ما تبديه تمام بلا وما ينسب إلى المصنف من أنه لو قيل قرؤون قرؤون بالواو قرؤون خاب ري ألفك وهمزي لسربي ودوايا واو بلا من أنه لو قيل قرؤون بالواو لجات قرؤوني كان أولى أو كنسبة دراء ولا مصنف في بعض الشراح نسبة عند أواك ويا مصنف كتويتي لشوني دي كذا ها لجي دي كذا كتويتي كأجر قراءون بوابي بيه تايي بواوك أو لا تراب لك قراءون ها لجي قراءون بويج بوابي تاترا لأن الهمزة الثانية إنما تقلب ياء في نحو جاء اسم فاعل وأئمة شو كهم زي دوم وقت إيش قلب نوقف قلب لكريبة إلا دجائي جانبه جائئون ديكي يي ديكي جائئون دواي على لقالتنا لكي ودنحو أئمة دا أئمة دنحو أوانا دا يعني شي دنحو أوانا دا قلبك بيني كما قبلك مكسور به تمام؟ قلبي همزي بيه إنما تقلبوا أجر نحو جائي ونحو أئمي بيه يعني بعد كسر قراري قل فيه ذكرتيه وأما تقلب واو فيما عداها قلب ذكرية بواو دما عداي أمثالي أئمة وما عداه مايا في نحو جائي وأئمة وتقلب واو فيما عداهما يا فيما عداها هل ما عداها يا تشوكا هل كلمه منظور نيا
ونحو كيد سيتوا نحو جائني نحو أئمي ما عداي أو نحوي ولي شنك كلماتنا وما عدايانا باعتبار معناها هاي أمود باتوا تمام ده كلماتي ما عداي نحو جائي وأئمي لأن ذلك في الهمزتين المتحركتين والأولى ساكنة ها هنا شاكا بلا بلا دلا چونك همزه ثاني قلب دكريه قلبك بيد نحو جائي وأئمي دايا قلب دكريه بواو دماع عداي واندا أو قصد السهوة كنسبة دراولة مصنفي بو سهوة لأن ذلك في الهمزتين المتحركتين چونك أوي كبتويانا همزه هر قلب دكريه بيه تاكا ده مورد همزه متحرك ده أو قصيص وايا أو دو همزه متحرك نين قراءون إشان ساكنة والأولى ساكنة ها هنا كذا في بعض الشروح دي بعض الشروح جداء قصا أو مطلبها تو أمجوتك نقل مكرت كأو ما ينسب إلى المصنف سهو يعني مصنف اشتواي نكتوه ومثل اطمأننت من قراء مثل اطمأننت إلى قرائي دبتا اقرأ ياتو اقرأ ياتو وملارعه يقرأ إي يق يرق بلا يقرأ بلا يقرأي وملارعه يقرأي مثل يقرأيه جابوه أقرأ يقرأيه يقرأيه أقابي مثل يقرأيه لبي أوابي يقرأيه يا يقديكيرك يقرأيه يقرأيه مثل يقرأيه في الوزن مثل اطمأننت إلى قرأي لبيت اقرأيات ونيا أصلكي اقرأ أأتو يا اقرأ أأتو ونيا همزيك همزيك ويتي لام الفعل أواني ديش تكرارا اطمأن دي تكراري تيتا تكراري لام الفعل كذا يا لام الفعل دوم اطمأنت دولار همزه زايده اطمأنن شيء ثلاثيه ملحقه برباعي كمان ملحقه بتي اطمأنن اطمأنوا يقشع الروايه هو يقشع الروايه ملحقه ملحقه بتي برباعي برباعي قشعره وتقشعر رنيجي وكو اطمأن اطمأن وكو اقشعر رباعي مزيدة هي لقشعري ورجيرا تباشا وجبت ملحق برباعي مو ملحق برباعي هي الرباعي وكو شو نقول قران طمانية طمأنانية والله ما نبي لك الطمانية طمأنة بيت بلا طم أنا وكو قشعرة دي مثلي اطمأننتوي لقرأي دبتا اقرأ ياتو أصلكي اقرأ أأتو يا مرادي أكشي يقرأ إيو يقرأ إي أو بثلاث همزات بس همزان أبدو سينك غلط نسيوا بثلاث همزات في كل منهما على هيئة أصل إطمأن يطمئن لسر هيئة أصل إطمأن يطمئن كإطمأن يطمئن قبل الإدغام والهمزات الثلاث لامات كلها همزة كان هرسي كان لامن
يشان لاما ونيا اوان ديش تكراري لاماتن همزاتي سلاس همزاتي سلاس همو يان لام الفعل إلا قرأيا همزة يشي لام الفعل اوان ديش تكراري لام الفعل تمام؟ لأن هذا الباب من المزيد الرباعي الذي وقعت الزيادة فيه في اللام نحو إتشارة بويا همزة كان همو لام الفعل شوك أو بابا رباعي مزيد يكك الزيادة كده إذا ده لام الفعل كيدا يا ده تكرار لام كيدا يا تمام؟ وكو إخشار ري فقلبت الثانية التي هي أولى مراتب الاستثقال ياء أوي همزي دوام كأول مرتبة استثقالة يعني اللي وراء استثقال شروع دبي بهمزي أول استثقال نيا واللي وي دوام كده بتتكراري همزي أول استقلالك استثقالك لا وراء دس بدك ثانية كأولى مراتب استقلالية اللي بروي قلب كلاو ياء قلب دكري بيا دبت اقرأ يأتو اقرأ يأتو شاكا دوايا همزة كي دوايا دكتة ألف دوايا اقرأ ياتو فقلبت الثانية التي هي أولى مراتب الاستثقالية أن لكونها في اللام أكثر من الواوي شنك يد لام يداها الوكو بيشي كتمان يد لام يدا زورتر الواوي دي وزال عن الأخيرة وصف التكريري بويكا دوما كمان قلب كربيه تازا اوي اخير صفتي تكراري لسر لا دتي چونك بدو همزه دانا بدو يه دادي وصفي تكريري لسر لا دتي فبقيت كما قلنا في اخر باب تخفيف الهمزة عند اجتماع الهمزات همزات همزات بلا الوصف تكريري لا شيء لبروي دمينية وهروك كتما دا آخر بابي تخفيف اللمزة دا وقت تشيك اجتماعي همزاد دبي همزي دوام اگر بلايك بسرينا تازا اوي سوام هرب همزة دمينية وشن وصف تكراري لسر لا شيء تمام وتقلب الثانية في المضارع او بزبوبة اقرأ يأتو نق اقرأ ياتو اقرأ يأتو بلى ومثل اطمأن من قرأ هو اقرأ يأتو أو ابن سن اقرأ همزة كالسر الفكي دوها يأتو همزة كالسر الفكي دوها اقرأ يأتو أويدي كش مرارع كش يقرأ إيو يقرأ إيو وتقلب الثانية في المضارع ياء ثانية يقرأ إيو ثانية كذا مضارع كذا قلب ذكري بيه بعد نقل كسرتها إلى الأولى دبت يقرأ إيو دوي نقل حركي لبر اجتماع ثلاثي همزات تخفكي أو تلادكي حركتك تدري بهمزي أول بخوي دبت إيه شو دبت وانيك همزي ساكيني ما قبل المكسور وتقلب الثانية في المضارع ياء دواي نقل كسركي ولا أولى تاكا كما نقلت فيما هي بإزائه من الأصل في يطمئن قبل الإدغام كما نقلت فيما هي بإزائه هروك نقل كراوة كسري كسرة دا كلمة جدا أو كلمة دا إزاي ودا ومثلي ودروس كراوة كدبتا أصلي يطمئني أصلي يطمئني دا يطمئنوش دا يطمئنينو حركتي نونك داوة يطمئنينو حركتي نونك داوة همزكي أو جار إدغامت كله بتا يطمئنو دلوكو دوية دا مقابلي همزكي كدبتا نوني أول دوه دا نقل كسره كراوره ما قبل ديرش دا نقل كسره همزي ساين دكي لاي ما قبل دوه قلبي دكي بيه
وتقلب الثانية في المضارع ياء دواي نقل كسرك ولا همزه ولا هروك نقل كلا وكسرة ده كلمة كدا كأو دم قابل ويدا داندرا ومثل ويدا داندرا وكلمة أصلي يطمئنوي أصلي يطمئنوي قبل الإدغام كلمة يطمئنينو فيصير بياء ساكنة متوسطة بين همزة مكسورة وهمزة أخرى أو اختواي لديا فيصير بيه فيصير يني لفظك يصير ونيا لفظك ملارعك بو ملارع فيصير ملارعك بيه ساكن كوتو بين همزي مكسور وهمزي ديكا تاك يقرئو اوي ليدي ووزنه يقرعيعو يفرعيعو يفرعيعونيا بو يفرعيعو فاء الفيل عيلي لا مكي لا مكي مثل يفرعيعو يا مثل يفرعيلو مثل تج يفرعيعونيا يقرعيعو يفرعيعو يفرعيعو اطمأن اطمأنن افعلل افعلل يفعلل بل يقرأ أصل كان اقرأ أتو ويقرأ إيو بس هم زامبون هم مازيكام مزارعك في كل منهما لسر وزني أصل إطمأن يطمئنو بيج إدغامك إطمأنن يطمئنو يا والهمزات الثلاث والهمزات الثلاث لامات كلها همزة سيكان سيهمزة كان هرسي كان لام لأن هذا الباب من المزيد الرباعي الذي وقعت الزيادة فيه في اللام تلك الرباعي مزيدك كزيادة رباعي ورباعي مزيد شا زيادة كده لا مكيدة ببيبوتا خماسي تاكا وكو إقشع الري قلبي قلبت الثانية همزي دوام كراوة سيقلك لو يراد اسمه دكا سيقلك قلبي ثانية أولى مراتب استقال كراوة بيبوتا اقرأ يأو دمرارع كش دابوتا يقرأ يأو تمام؟ بلا قلبي سانك اكراوا كأولى مراتب استسقال بيا لبر اوي يد لامدا من ضمن نكراوة واو كراوة يأتم كا يد لام الفعل دا زورتر اللواوية كأود كردية وزال عن الأخيرة وصف التكرير أخيرك وصف تكرير استسقالي لسلادتي فبقيت تاك باقي من التوبع صورتي همزة كما قلنا داخل باب تخفيف الهمزة دا كوقت دا وقت اجتماع ثلاثي يا أدا تخفيف همزة دا وقت اجتماع ثلاثي يا أدا كتراوا كاقا همزة دوما تشارة سركر تازا هم زيد وموصف استسقال وتكرير للسدادة تستيلي نادي وتقلب الثانية في المضارع ياء وتقلب الثانية في المضارع ياء بلى قلبت الثانية التي هو ياء دي 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 المضارع كش دادبت ياء وتقلب نا ويا أكيد كتوه كقلب ذكر يبي خوار بحسي ملاريعي ناكا قلبت الثانية كتسد ملاريعي دات سد مالك إذا كراوتيه
ولدي بلا دملاري اكيد بعد نقل حركه بوتيه اما زوري اويا بس ملاري عيدو بعد دكاتوا دنا لسريد لك قليبه الثانيه يا ان دهر دكاني دا منزوره دماليش دا دملاري عيد ولي دملاري اكيد بعد نقل كسرتها الى الاولى كراوتيه وتقلب الثانيه في الملاريعيه ان بعد نقل كسرتها الى الاولى كما ان نقلت فيما هي بازائه وكو نقل كراوة كسرات دو شنيدا دو كلمه دا او كهي بازائه نقل كراوة كسر دا كلمة دا أو كلمة دا إزاوي دا يا كأصلي يطمئنو يا يطمئنينو وكدو دا نقل كسري نوني دوام دكي نوني أول دكي ولا همزة كي أوجوا يعني خلاصة قلبي كي با قلبي همزة كي بيد دواي نقلي حق كسري وكو دا مقابلة كي دا أو نقل يدكري فيصير بياء ساكنة متوسطة بين همزة مكسورة وهمزة أخرى وهمزة أخرى أو وقتي ملاري أكدبت بيه ساكني متوسطي بين همزي مكسور وهمزي كليكا دبت يقرأ ووزنه يقرعيعو أو شروكو كلمة بيشي بودانا وكا بوي نوسينا كده اشتباه نخا وكو دا يقرعيعو دا دو عينو أهمز يأندن دا يجدو همزن ويأند بين دا ولم يدغم الهمزتان لعدم إدغامهما في كلامهم في مثل هذين مما تقع الثانية المتحركة فيه في موقع اللام على ما مر في تخفيف الهمزة دلا همزتين إدغام نكراون تاكا يقرأئو همزة كي إدغام كي بيتا يقرأئو من لجاتي أوي كقلبي دكي بيه إدغامي همزي دا همزي دا بكي دلا دغمي همزتان نكراوا شون إدغام ناكرين دا كلامي عرب دا دا مثلي أو دوانا دا ندا إقراء أتو بكي إقراء أتو يا دا ملاري عكي دا مثلي ذلك دا ناكرين إدغام ناكرين مثلي ذلك لو شناني كتقع الثانية المتحركة فيه في موقع اللامي دا جيش داكا همزي ثاني كمتحرك دا موقع لام دا بي ادغامي همزتين صورة ناقري ودو احسي تخفيف الهمزي دا او مطلب راب راوا ليرج دا بوي ادغام ما نكر دوالكو ثاني كي دي كيني هي وهذا الباب واسع كثير الشعب واللطائف وهو اخر ابواب التسريف او بابي تمرين بابي وانيك مسائل التمرين بابش واسعة شعبة وشاخي زور اللي دي بيتو مثال ونمونان اغا زور كي دكري زور بنمونان دابرو يخواري وانواعي اعلالات وتخفيفات او انا دينا قورا وكثير اللطائفة اللطيفة يعني شتيكي كابونا لسر ببي دقتي ببي دقتا ونبي نازان دي كثير اللطائفة واخر ابوابي علم صرف او تمرينية او صرف تواب او جردت ذكابة علمي كي جياواز كبحثي خدتك يا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. رحمة الله علينا وعليكم الرحمة. الله ويتلوه باب الخط بدوي أو باب دادي باب خط إن شاء الله تعالى. والله المستعان وعليه التكلان.